الساحة نفسها، الأقصى المبارك، غطرسة الاحتلال ذاتها وارتعاش الوجدان الفلسطيني المقاتل ضد الظلم لم يتبدل منذ 21 عاماً. أعوام أصبحت خلالها استباحات المستوطنين مشهداً يومياً واقتحاماتهم تعد بالآلاف. في هذا الحي من بلدة سلوان المجاورة للمسجد الأقصى المبارك والتي بات ينهشها الاستيطان من كل جانب، عائلات فدت أبنائها في الانتفاضة الفلسطينية، منهم الحاجة إم زهري الصامدة الصابرة التي يعتصر القلب ألما عند سماع قصتها. أول شهيد في الأقصى نزار. أنا كنت في الحرم، أول ما طخ أول طلق حسيت رأس قلب انقطع. ساعة ما خش شرون الحرم قامت الانتفاضة وخبت ومكسر ما شاء الله، الله يرحمه، يعني نال شهادته الحمد لله، فخر من الله والحمد لله، تفتخر في شهادات أولادي. استشهد زهري بالانتفاضة الأولى ونزار استشهد بثاني انتفاضة، بين التنين مدة 10 سنين. ابني زهري كان نازل في المسيرة ومروح، الله بقوله هاي زهري الصواب زهري الصواب، الله بقول لتاني واحد بقوله لا 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 زهري هاي استشهد، كانوا مخدينه دفنينه خب ما ياخذوا اليهود وما شفتوش. اخ صدق فيش ثاني بيغيبوا عني ولادي، والله ثاني ما بيغيبوا ولادي، بس الحمد لله الصبر، يعني بضل حسره في القلب، يعني بيعلم الله كيف ربيتهم كيف جهدت فيهم كيف علمتهم كيف، والحمد لله بنقول. اما جونا اخلاء الدار كمان، هاي العماره هذه مستوطنه، هذه كلها مستوطنه، وكمان في هون بنا تنتين ثلاثه، وبرضه في فوق عندنا ثلاثه بالجبل اللي فوق بيننا عن سطوحنا ببينه. وبدهم يستولوا على بيتكم؟ 70 بيت بدهم ياخذوا، مش بس بيتي. بسيط حلم الفلسطينيين، وطن حر يعيش أولاده ويكبرون تحت رايته. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين.